جبت 20,000. قلت لك 20,000 باش نصور مع كابتن قاروس والرو. يا ودي برا شوف الاسوية. هذا كل عام يجعيدوا عليه سفاقسين نهار العيد فهمت؟ هذا يطيبوه بالبصل وبالزبيب. يعملوا برقة شكشوكة. قاروسة هذه. هذا سامحني على المباشر شرمولة. هذه شرمولة نتاع السفاقسية ونتاع الجربة. هذه كل رمضان نهار العيد الصغير يفطروا بها السفاقسية. هذه الصغير عادة عندهم هي عادة. قداش سومها؟ هذه 36 دينار و800 كيلو. اي اوكي فما القاروس وفما البكالا وفما المناني فما الجغالي فما كل شيء. كما نشوف عندك القرنيط عندك الانواع الكل تقريبا والناس تتشكى من ارتفاع اسعار الحوت. احنا مربوطين بعوام الطقس. ينجم الحوت اليوم 5,000 غدوه ب 10,000 احنا والطقس. كان جاء برشا حوت الحوت يطيح القيمه نتاعو. الحوت ماهوش موجود تطلع القيمه نتاعو خاطر احنا دلاله ميزون شير فهمتني؟ مش حكا طماطم عند العطار هذا ب 2000 فرنك ظاهر. احنا اليوم بدينار غدوه ب 2000 غدوه ب 3,000 اليوم غدوه ب 5,000. ما فماش نو الفتره هذه معناها. النو خويا ريتو البالانسي عباره عن فوقيت في الماء هما رجال كان رجال البحر خويا فهمتني؟ بالانسي يقعد 3-4 أيام هواء ما بين السماء وماء فهمتني؟ ما فما حساب فما مصروف فهمتني؟ هذاك علاش الحوطه تغلى والحوطه توا ولات خويا كانت قبل على يد واحده الحوطه فهمت؟ توا ولات على برشا يدين فهمتني؟ تغلى بطبيعتها. القرنيط بقداش راه فيه؟ قرنيط 44 دينار و800 بتاع قرقنا هذاك. فما قرنيط ب 30 دينار وفما قرنيط ب 25 والصغيره بساعة والكبيره بساعة كل قدير وقدره فهمت؟ بتاع قرقنا يفرق على بتاع تونس ومتاع الساحل ومتاع بنزرت. اكيد اكيد. في كل شيء في المنظر نتاعو في خدمته في ماكلته في المطعم نتاعو عاديه بالنسبه للاسواق والله عاديه على الاخر فهمت؟ اما كل قدير وقدره فما قرنيط ب 10,000 ب 15 فما قرنيط ب 40 وكل قدير وقدره. والانواع الاخرى شنو بقداش؟ عندي قاروس بتاع بحر 60 دينار وعندي تريليا بتاع الاحجر 45 دينار وعندنا الشغالي 38 دينار وفما انواع اخرى خويا فما ب 5,000 فما ب 10,000 هذوما بتاعك الناس اللي قراوا على ارواحهم اللي عند اصحاب شركات اصحاب ناس عندها حتى اللي قراوا على ارواحهم تو يتشكاو يقول لك الاسوام زادت وليخلص زوز ملايين كان يخلص 500 دينار. اي هو صحيح هذه فهمت خاطر علاش؟ خاطر المواد الغذائيه كلها زادت والشهريه ما زادتش. غالي ياسر بصراحه بكل صدق غاليه اكثر من تصور من بالك. وانا اللي قاعد نبهتني كي يجيبوا العباد في بلاتوات ادينا رخصت ورخص ما حتى يخص. ما شاء الله السوق ما ترخى وكلش ابره. لا معبي خاطر عباد قارقة وعباد عم تاكل كمان ولا صح تحب تدور تشوف الاسواق. نعطيك انا مثل باش تعرف الحوت الحوت اللي غالي ولا كي تلقى سردينه 6,600 افهم انت الباقي كيفاش. دونك غالي ياسر بكل صدق. شوف فيها العباد تدور توا ما فماش يكون 3% 4% قاعدين يكونسومي كلهم ساكن تفار تروح على روحك. نهار جمعه شريت سفن نحكيك في الواقع سفن نهار جمعه سالت مشيت سالت جمعه فهمت خذيت سفن قريب 10,000 فرنك شلون خاها توا زايدة 3,000 فرنك زايد معناها في النهارين زاد 3,000 فرنك تصور انت. انت شوف شوف سامحني شوف انت القرنيط 32 دينار القرنيط معناتها التونسي مسكين الحوت بلاد الحوت احنا قبل الصغار اش قراونا؟ قراونا بلاد فلاحه بلاد زراعه بلاد حوت بلاد القوارص جزء من ما شفنا حتى شيء كل نوامر شيفروات نتعدي على الروح. الكروفيت ب 44 دينار و40 دينار الاسوام هذه اللي شفناها قدامنا. هذوما ياخذوها الابهاء. وانت علاش ما تاخوش ماكش ابهاء؟ انا اخوش لا منين باش ناخذ؟ باش باش ناخذ؟ انا ندور اما شنو نشوفه نشم ريحته ونعمل جورين سلوي. خزن الريحه. وهكا هو. ها الناس تدور تلقى اثنين ثلاثه يشريوا يشموا الريحه وهكا هو. لا لا اون بو با بارلي سي دي شوز كوم سا خاطر زايد. ما خديتش اخر مره كليت كروفيت انت والقرنيط؟ والله سؤال حير هذا والله العظيم والله العظيم كان نقول لك وقتاش كليتو دون لي زاني 60 وقت كانت اليهود وتلاين وموجود الصحيين هكا نعمل عليه كم. انت تو تتحدث على سنين ربي ما كليتوش. اي هكا مالش نقول لك مالا وكليتو بالكدا زاده وقت تلين واليهود يا حسرة ولو يا ليتو قعدوا توا شيء خرطر ما عبى السوق ما شاء الله كلها تتفرج أو باش ياخذوا في شوية سردينة شوية سردينة إيه ولا تري فما إذا كان تعرف تغزال تو أبرصا
لا يحرك ساكنا. هاني قلت لك راهو زايد باش تحكي زايد. وانت شنو باش تاخذ الحوت؟ تاخذ سردينه؟ لا 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 ناخذ سردينه انا ما بعرفش. عادي ديريكت المرسي انا ماشي طاج شويه كذا من هنا من غادي فهمتني ونلقاش شويه قرنيت للشوربه ولا يا ودي انا بدي قرنيت. الغلاء موجود 40,000 قرنيت اخذ 44 و800 كروبيت 44 قرنيت 39 دينار و800 قرنيت قرنيت مساج ب20,000 لاخر ما صدر 30,000 تولى ب40,000 من بقى شاري ب35 يعني. والله انا بيدي كنت نبيع في القرنيت ب18,000 ب16,000 سمعوا برمضان يتخلى رمضان ديما كاد ديما كاد كل شيء زيد بقينا كان نحن رخاص والله ما عاد عيش. الكروبيت هاي قديم خويا 44,800 هاي بريكويت هذا فما اللي ياخذوا معنا ب 44 ياخذ فما شكون ياخذ فما شكون ما ياخذوش ما يقدرش المول هاو المول ب 10,000 هاكو المول هاي كيلو فاهم شنو خذيت انت؟ ايش خذيت؟ خذيت كعبة ب 8,000 كهو اما ما تنجمش تشري لا قاروس لا 15 و16 و17 و20 سوبيا 26,000 اش فهم؟ قرنيت 40,000 ياسر ياسر زوالي مسكين يخزر له ويتعدى يعني شنو رايك تشوف الاسعار اليوم؟ ها؟ هاي الاسعار قدامك غالية ياسر غالية فما طبقات ما عادش عندنا طبقة وسطى فما الفوق وفما اللوطة ما عادش فما اي غالي انا بابا كان هوني الحوض شيء كبير الرخص 2500 السوبيا اما عندها الحكاية 30 سنة كانت لا الدنيا كانت باهية ورخيصة توا غليت ياسر حرام والله ما يجيش وش وزادت وزادت الوحدة الحرب نتاع اوكرانيا غالي الحوت غالي الحوت غالي انا نشوف ونتفرج نشريو كعبتين ب 12,000 13 كعبتين ب 12,000 خذيت شي الحوت خذيت كعبتين ورقه ب 14,000 ترى هذوما كعبتين باش يزيو عاليه يا ودي انا بعمل الناس نقسموا كل واحد في زوز كل زوز ياخذوا كعيبه فضل من عند ربي يا ربي يوريك العون حكينا على الحوت اليوم اسوام الحوت اليوم في المتناول ولا ماشي في المتناول مقارنه بدايه شهر رمضان صاحبي غادي من المتناول غادي ماذا بينا نشروه من بحر خير نشروه من بحر خير شو انا بخو سردينا ب 8,000 8,000 السردين اي وين في متناول فيش لا متناول لا شيء يا حليل الزوالي شو حليت انت حوت انا شويه شفرات شفرات اهمل شوي قداش كيلو ب 10,000 اما خير ولا السردينه ب 7,000 شفرات شويه شوربه شويه خويا هكا تشوف الكربات 32 وين وحنين الزوال؟ بالنسبة للمواطن ما عادش ينجم يقدر على حد شيء، أنت مثلا كيلو فلفل ب 6,000 7,000 معناها أنت ما عادش نحكي تو نجيك تحكي لي على الحوت وتحكي لي نحكوا على المواد الأساسية مثلا، أنت عبيد ما عادش قادرة باش تاخذ لك مثلا خضرة، خضرة ما عادش ياخذ لك، الماجورتي بتاع الشعب ولا عايش على المقارونة. كيلو مقارونة معناها ستة باقيت في العائلة، ستة من الناس وكل حد باقيت يمرض بقريب يموت، مناعة ضعفت ما عادت. تقول كل الدور كيكرة أنا تولدت في عهد برقيبة وعشت على تشوف قداش من بريزيدو وعمري مش صغير معناتها أنا ضريبة ونولي في الخمسين شوف خويا من اللي خلقت الدنيا غالية من السبعينات والدنيا غالية تعادت الثمانينات الزوالي باقي زوالي اللي لبس عليه لبس عليه تبقينا شنو هو إيش نفسر لك حاجة أخويا تو إحنا الغلاء هذا أنت وجابك جابك يحكم فيه الغلاء الغلاء أنت تتحكم فيه في جابك مش يحط لك حوت ب 30,000 كالامار ولا ب 40,000 انت تمشي تشري انت ظروفك انت وجابك ها فما سردينه لا تلقيناها قدام ب 5,000 فرنك انت ظروفك انت ظروف المواطن خويا كيما تنجم تقدر باش تعيش صغارك ب 5,000 الكيلو كيما ثم حوت ب 40,000 وب 50,000 انت ظروفك بصفه عامه غير معقول هكا بصفه عامه بصفه عامه نشوفها ما هيش في قدرة التونسي باش يشبيها ما نقول لك سواء ضعيف الحال ولا متوسط الحال مهما كان السيد معناه اليوم حتى اللي باش يفوح شوية شوربة بشوية حوت بشوية سبارس معاش خالد يسمو 20 دينار في يده باش نجم يعمل هكا الشوربة وحاجة